دعنا نستقبل من بيروت عبر سكايب العميد بهاء حلال، وهو الخبير في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية. سيادة العميد، تحياتي لحضرتك في البداية، وتداعيات الموقف من موقعك هذا، تفضل. مساء الخير، تحياتي لقناتكم الكريمة وتحياتي لضيفكم الكريم أيضا وللمشاهدين. اليوم بعد الجريمة التي أنا أعتبرها جريمة حرب موصوفة التي قام بها العدو الإسرائيلي بعملية تفجير، عملية سبرانية وعملية تفجير أجهزة النداء الآلي البيجر، وبالتالي أجهزة التوكي ووكي أو الآيكون في 82 التي فجرت بأيدي المدنيين وبأيدي بعض الأشخاص المنتمين إلى المقاومة وهم يعملون في الدعم والمساندة وفي العمل اللوجستي، أقدم العدو الإسرائيلي اليوم أيضا بطريقة ما عبر هذه الجريمتين، وكان هو يفتش عن حرب جديدة في المنطقة وفي لبنان. لكن لم بعد خطاب السيد حسن نصر الله البارحة وجد أن الموضوع لم يذهب إلى حرب، فعاد اليوم إلى ممارسة هوايته بالبحث عن سفك الدماء، وقام بقصف منطقة الضاحية الجنوبية واستهدف مبنى سكني فيه مدنيين، وبالتالي استهدف أحد قادة المقاومة. وإلى الآن ننتظر بيان المقاومة لنعرف ما هي نتيجة هذا القصف أو هذا الاستهداف. لكن كل هذا الذي تقوم به إسرائيل هو نتيجة الفشل الذريع الذي لم يستطع في غزة أن يقوم ويحقق أهدافه المعلنة وحتى غير المعلنة، وعدم قدرته أيضا على القيام باجتياح بري باتجاه لبنان، كونه يملك في عقيدته الأمنية عدة مبادئ قد خسرها منذ طوفان الأقصى حتى اليوم، لكن بقي له فقط عقيدة واحدة يقوم فيها، وهي عمليات الغدر عبر عمليات السهمية والاغتيال باستخدامه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وهو دائما الجيوش جميعها تذهب وتهرب من نقاط ضعفها، وهو يعتريه نقطة ضعف أساسية في قواته البرية، والتي تحتاج تحديدا بعد معارك غزة والمعارك في الضفة إلى عملية تأهيل. فهو أيضا ونرى أن من حاول قتل 5000 من اللبنانيين بمجزرتي البيجر والأجهزة اللاسلكية لن يتوالى عن قتل المدنيين في الضاحية الجنوبية واستهداف بعض القادة الميدانيين للمقاومة. طيب أعتقد اليوم سنكون أمام رد سريع للمقاومة على استهداف الضاحية، وهذا لا علاقة له بالجريمة الحرب الموصوفة لأجهزة البيجر والجهاز اللاسلكي. طيب سيادة العميد، في ظل يعني الفعل ورد الفعل من الطرفين بشكل أو بآخر، ماذا عن الأوضاع الأمنية الميدانية في لبنان الآن، وماذا أيضا عن التوقعات الموجودة ما بين اللبنانيين بشكل أو بآخر في الفترة القادمة، وهل هناك استعدادات خاصة في لبنان لكل هذه يعني التداعيات الخاصة بحزب الله وقوات الاحتلال؟ أنا إذا سمعت سؤالك جيدا سيدتي، أنت تسألين عن ما هي مآلات وتطورات هذه الحالة وهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وهل لبنان مستعد إن كان طبيا ولوجستيا شعبيا، صح؟ صحيح. عظيم. أنا أعتقد أن العدو الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان ويحاول أن يؤثر بهذا الموضوع، وبالتالي يريد أن يذهب المنطقة جميعها وكل المنطقة إقليميا إلى حرب كبيرة وحرب واسعة. لكن إلى اليوم أنا أعتقد وبرأيي أن القرار الحرب في لبنان هو قرار أمريكي، وإلى اليوم القرار الأمريكي نتيجة الضياع في الانتخابات، وبالتالي ما بين انقسام كبير ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، أعتقد أن الأمريكي لم يعطي الضوء الأخضر من أجل حرب في لبنان، حرب واسعة، لأن الحرب على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي ستذهب بالمنطقة إلى حرب لا تحمد عقباها، كون محور المقاومة
ينتظر هكذا فرصة، هو لا يريد الحرب لكنه جاهز لها. وأعتقد أن ما قاله السيد حسن نصر الله البارحة مستهدفا كلام أو بمحور كلام قائد المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي، الذي قال أنه يريد أن يرسم أو يسيطر على منطقة على الحدود الجنوبية اللبنانية وتكون هي منطقة عازلة. أعتقد لقد جرب العدو الإسرائيلي منذ عام 82 وحتى عام 2000 هذه الطريقة، وقام بإنشاء منطقة عازلة لكي يحمي منطقة شمال فلسطين المحتلة من صواريخ المقاومة الفلسطينية آنذاك، وبالتالي فيما بعد من صواريخ وهجمات المقاومة في لبنان، لكنه لم يستطع أن يحمي، وبالتالي خرج تحت ضغط المقاومة في عام 2000. لكن ليس هناك أي مؤشر حقيقي لاندلاع مواجهة كبيرة في المنطقة. وإذا ذهبنا باتجاه هل لبنان مستعد لهكذا سيناريو أو لهكذا فرضية، أنا أعتقد من خلفيتي العسكرية وبالتالي من علاقتي في كل هذه القطاعات الموجودة في لبنان، القطاعات الاقتصادية والطبية، نحن رأينا مشهد وليس ببعيد، هو المشهد بعد مجزرة البيجر ومجزرة اللاسلكي، حيث خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة وهي بإمرة الوزير ناصر ياسين وبدعم من وزارة الصحة ووزارة الداخلية قد طبقت بحذافيرها، وكان هناك لأول مرة بتاريخ لبنان لنقول ذلك وندعو الله أن تكون دائما، كان هناك دعم شعبي، وبالتالي مشهد وحدوي، مما يؤشر إلى وجود مشهد يدعم الدفاع عن لبنان وبالتالي ضد هذا العدو المتغطرس. لا أظن أن المقاومة ستتهاون في الرد عن هذا الاعتداء اليوم، وبالتالي أعتقد أن لبنان والثلاثية الموجودة ما بين المقاومة والجيش، أو بالأحرى الجيش والمقاومة والشعب، هي ماثلة لرد العدوان عن لبنان. عبر سكايب من بيروت حدثتنا سيادة العميد بهاء حلال الخبير في الشؤون العسكرية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.